ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام من هنا من مدينة الغردقة، حيث نواصل تغطية هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر، المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج. في هذا اللقاء يسرنا أن يكون معنا الدكتور فيكتور رزق الله، وهو العالم المصري في ألمانيا أو العالم في الهندسة المدنية في ألمانيا. نرحب بحضرتك يا دكتور على تلفزيون النهار للمرة الثانية أو الثالثة، يعني نسعد بيك دائما. أهلا بك. شكرا. هذا هو المؤتمر الأول لعلماء مصر في الخارج، دلالة هذا التجمع ورأيك في هذا التجمع واللي خرجت منه بعد اليوم الأول من هذا الاجتماع. أولا أحب أقول أن أنا فخور جدا وسعيد أن أقدر أحضر المؤتمر ده. تاني حاجة أن أنا كنت معجب بفكرة عمل المؤتمر، لأن المؤتمر ده بالذات بيوجه أفكار جديدة للشباب المصري. الشباب المصري محتاج لناس يديله خبرته وطريقة حياته وطريقة ازاي وصل في هذا المستقبل اللي هو فيه حاليا وازاي يخطط حياته. فالمؤتمرات اللي زي كده تعتبر شعلة في التدريب الفني والتدريب العلمي والتدريب الثقافة، ان كل واحد يتعلم يعرف انه علشان يوصل لأي هدف عايزه في درجات مختلفة. تاني حاجة ان احنا بدأنا نهتم بالشباب، ولذلك هذه المؤتمرات لازم تتراجع، ومش مرة في السنة، يمكن مرة أو مرتين في السنة، لأن المؤتمرات بتدي الإمكانية أن الشعلة اللي بدأت تفضل باستمرار تبقى موجودة وتبقى نموذج لحياتهم. وأهم حاجة أن الشباب لما يسمعنا ياخد من خبرتنا فقط إزاي وصلنا لهذا، إنما المجهود اللي بيتعمل لازم يكون من شباب مصر. وبالطبع حاجة أنا برجحها باستمرار، إن شباب مصر مكون من بنات وأولاد. يعني لازم إن نتعود إن المرأة في مصر أو الشابة في مصر يبقى ليها دور مهم في تقدم المجتمع. وحضرتك شايف إنها يعني دورها أقل، يعني قليل شوية؟ المرة دي وجدت والحمد لله إن عدد البنات يعني مهتمين بالمؤتمر أكثر من الرجالة، وهذا يعتبر بالنسبة لأوروبا عادي جدا، لأن لما الشابات في مصر بتخش في المؤتمرات دي وفي البرنامج بتاعها بيبقى ليها زي ما تقول روح مختلفة، لأن احنا لازم نعترف الراجل ما عندوش نفس الصبر بتاعت الست. بس البعض بيتصور يا دكتور انها فيها يعني في النقطة دي تحديدا ان الموضوع ده موضوع ثقافي بحت ملوش علاقة بالناحية العلمية. يعني لا، هو مش محتاج بحاجة، ليك حق ان الحكاية دي ملهاش دخل بالعلم، بس ليها بالثقافة الاجتماعية. والثقافة الاجتماعية مهمة جدا لتقدم اي دولة، لان الثقافة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والصناعي وكل حاجة. ولذلك لما يكون الشعب مكون مع بعض ويشتغلوا مع بعض وما يكونش في فرق بين الفكرة اللي جاي من راجل او الفكرة جاي من ست، هتخلي المجتمع يبقى متشابك اكتر ومتعاون اكتر. هي المساله مش بس متاله شباب ورجاله وستات، هي بتهيألي المشكله الكبيره بالنسبه للشباب ايام احنا كنا بنتخرج بنشتغل مع بعض، اللي احنا بنسميه التيم وورك او الشغل الجماعي. انما هنا حاليا لازم نتعلم انه حاجتين مهمين في الحياه، ان اولا ما فيش واحد لوحده، ولا فيكتور رزق الله ولا اي مهندس ولا اي طبيب في العالم بيوصل لوحده. معناها ان احنا كنا بنشتغل في تيم وورك، ولذلك معظم المحاضرات بالذات اللي جايين من ألمانيا كان أول جملة بيقولها أنا ما عملتش ده لوحدي. وأي محاضرة أنا بقولها بقى، يعني أنا اشتغلت في مترو الأنفاق حوالي 22-23 سنة، بس كنا مجموعة كبيرة، كنا حوالي يمكن 30-40 مهندس، قعدنا في الأول في التخطيط أو على يمكن 5-6 سنين. حضرتك شايف إن إحنا بنفتقد القيمة دي؟ بنفتقد قيمة التعامل بالتيم وورك، لانه انا مش عايز ازعل حد، بس مش يعني مش شرط ان كل واحد يبتهي ايه اللي عمله لوحده، ما حدش بيعمل حاجه لوحده. فواحد حاولت اشرح له قلت له شوف احنا عندنا حاجه كل مصر بتحبها، كره القدم. كره القدم مجموعه 11 بيلعبوا و11 على البنك منتظرين، انما لما الفريق بيكسب ال22 حتى ال11 اللي ما لعبوش كسبوا، يعني الفريق بيكسب مش البني ادم، ولو خسروا يبقى الفريق كله اللي خسر. ولذلك عايزين نعود الشباب ان هي كتله، الشعب المصري مكون من كذا وكذا واحد. وبعدين في حاجه يعني دي ما بتتكلمش مصاريف، كميه الشابات والشبان في مصر اللي اقل من 25 سنه 60% من الشعب، ودي احصائيه رسميه من الدوله. في المانيا عشان الواحد بيقارن 16% فقط سنه 25 واقل، يعني معظمهم اكبر في السن بكتير. فاحنا عندنا ثروه كبيره جدا
من أمخاخ ومن نباهة موجودة. إزاي نستغلها؟ أيوة فعلا هو ده الكلام المظبوط، عايزين نستغلها، بس نستغلها بقى إنه نبدأ من صفر لما يكون سنه 5-6 سنين نعلمه على النظام، نعلمه على الاستمرار، نعلمه على النزاهة، نعلمه على النظافة، نعلمه على النظام الشغل. وفي حاجة بالطبع أتعشى من الناس ما تزعلش منها، التربية مش بتبتدي في الجامعة ومش بتبتدي في المدرسة، بتبتدي في البيت. يعني أهم حاجة إن الأهالي بالذات الأمهات تحاول تربي أولادها إنه يبقى متكل على نفسه، ومش كل حاجة ينتقدها ومش كل حاجة يزعق فيها. في حاجة تانية برضو في شبابنا هنا، أو يمكن دي حاجة من ناحية الثقافية، إن إحنا لما بيكون واحد عنده رأي مختلف عن رأينا نرفضه، أحيانا بنزعل. مع انه الكلمه ما احبش اقولها، المتطبطبيه دول مش هيوصلك لحاجه، المتطبطبيه كل واحد يقول لك حاضر يا فندم دي مش هتبقى. انا عايز الشخص اللي هو بيتناقش معايا، اللي هو يكون عنده راي مختلف، اللي هو يمكن راي ضدي، ونقعد مع بعض ونتكلم. وانا كل حياتي في المانيا كانت مناقشات وكلام راح جاي حتى في البحث العلمي. فانا يعني اسمح لي يا دكتور، انا لاحظت ملاحظه في كلام حضرتك من ساعه ما اتكلمنا، من ساعه ما بدانا اللقاء لحد دلوقتي، حضرتك بتتكلم عن مجموعه من القيم اللي احنا بنفتقدها. وضع هذه القيم في اي مجتمع متقدم بتكون عامله ازاي؟ يعني حاجه اساسيه في كل التقدم الاوروبي، التقدم الصناعي، البلاد الصناعيه العليا تقدمت مش بس بالاموال وبالتكنولوجي، بالثقافه، ان كل واحد يبقى عنده مهنته، كل واحد عنده مشكلته، وكل واحد عنده هدفه. وحاجه تانية لازم الشباب يتعود ان لو عنده هدف هو خططه، والتخطيط مش ماشي زي ما هو عايز، يعني افرض بيشتغل في هدف معين عايز يوصله، والهدف ده ما وصلوش في المده القصيره اللي هو عايزها، مش لازم ييأس. تمام، يحاول مره واثنين وثلاثه لحد وده اللي انا عملته في حياتي. يعني في المانيا ما كانش الشوارع كلها مليانه ورد وشوكولاته، برضو تعبنا هناك وقدمنا، واحيانا بيكون ما فيش نجاح ونقدم مره تانية. بس اهم حاجه احترام الراي الاخر، ويعتبروا انه جزء لا يتجزأ من تقدم البني ادم. لان احترام الراي بتحترم البني ادم، وبتحترم البني ادم بتحترم المجتمع، ولما المجتمع بيحترم كل الاراء التانيين بنوصل لاسرع، وبالطبع ده مبدا الديمقراطيه. تمام. اسمح لي دكتور، النهارده وزيره الهجره يعني قالت انها هتنشئ او هتؤسس ما يسمى مؤسسه العلماء المصريين في الخارج. حضرتك شايف ان مثل هذه المنظومات من الممكن ان تستوعب العلماء المصريين، من الممكن ان يعني تستقطب افكار العلماء ومشروعات العلماء المصريين في الخارج وتنفذها في الداخل، ولا ممكن تكون يعني تدخل في البيروقراطيه المصريه؟ لا، الوزيره نبيله مكرم بتهيألي اولا عشان تبع للشباب المصري برضه سنها، اعتقد انها هتوصل لمراحل عاليه جدا. وانا وكلنا كل جينا، انا بالذات كلمتها شخصيا وشجعتها في هذا الطريق انها لازم تمشي فيه ولازم تتابعه باستمرار. وهي عارفه ان احنا كلنا كنا مستعدين اي وقت لو هيتعمل اي مؤتمر، بس هذا المؤتمر الاساس بتاعه لازم يكون للشباب. يعني عايزين الناس اللي هم سنهم بين 20 و35 و38 اللي يجوا ويحضروا عشان يعرفوا ايه اللي بعث. بس اهم حاجه التوازن، ان لازم المؤتمرات دي تتراجع، بس مش شرط بنفس الطريقه. يعني مش شرط يكون مصر تستطيع، جايز نعملها مصر، بس مش شرط كلها على الابحاث والتعليم، جايز ان التبادل بين الشخصيات وبعض. ومش عيب ان احنا نتكلم مش بس في العلم الجامعي والعلم قبل الجامعي، ممكن نتكلم على طريقه الثقافه في المجتمع، ازاي نتعامل مع بعض، ازاي نتكلم مع بعض، ازاي نجرب نموذج كبير جديد قصدي، علشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. هل حضرتك متصور نموذج معين للاستفاده من الخبرات المصريه في الخارج؟ اكبر نموذج، بس انا نفسي بتكلم فيه بقالي سنتين، ان لما انا خرجت من مصر كان في الحرف المهنيه. تمام. يعني كان في النجار والسباب. لما خرجت من مصر سنه كام؟ ده كان 58. تمام. فلما اتلغت الحكايه دي وجزء كبير من العمال المتخصصين سابوا مصر، دي اصبحت مصر فقيره في هذه الناحيه. وعلشان ادي لك مثل سهل جدا، كان في 2-3 مصريين بيتكلموا معايا وفاكرين ان التقدم في المانيا لان معظمنا جامعيين. فانا قلت له انا مش عايز اخدك، بس الجامعيين في المانيا 9% من الشعب، اقليه جدا، و80% مهن فنيه، مش شرط فنيه يعني
نجار وسباك ولا لا مهندس. وبعدين بقول له هقول لك حاجه بسيطه، احنا عندنا ثلاث عيال ولدين وبنت. الولد الكبير بعد الثانويه العامه عمل مهنه، اشتغل في السيارات واخد مهنه السيارات، وبعدين درس هندسه مدنيه وكان ناجح جدا، وبعد كده درس اقتصاد كمان عمل اثنين ماجستير. البنت قبل ما تخش تدرس حقوق عملت الماجستير فيه، دخلت في بنك اتعلمت سنه النظام بتاع البنك، بحيث ان في يوم من الايام لو هي بتشتغل محاماه النظام المالي ازاي بتشتغل. والاخير اتعلم ميكانيكي سيارات بعد الثانويه العامه، وبعدين درس هندسه اقتصاديه. فده مش عيب، بالعكس ان الثلاثه كانوا ناجحين جدا، لان في وقت الدراسه كان عارف العمليه، يعني كان بيدرس حاجه مثلا في الموتور بتاع العربيه وهو فكه قبل كده وركبه، معناها انه عارف بيعمل ايه. ولذلك لازم ندخل الحرف في مصر، وبالذات الحكايه دي ما اعرفش اذا كان الشعب المصري هيتقبل الحكايه دي. كنت لسه كلمك موضوع ثقافه الناس او نظرتهم للتعليم الجامعي والتعليم المهني مختلف عندنا في مصر عن المانيا. الكل ينظر الى التعليم الجامعي، او الشخص المجتمع بينظر للشخص الجامعي هو شخص واعي، وغير الجامعي انه شخص يعني اقل وعيا من الجامعي، وده محتاج اظن يعني محتاج تغير في ثقافه المجتمع. لكن عايز اسال حضرتك عن حاجه، حضرتك كنت في المانيا من سنه 58 او بدات من 58، يعني شاهدت جزء كبير من الحضاره الالمانيه الحاليه او المعاصره الحديثه. ايه اول قطاع مثلا اهتموا بيه الالمان في بدايه التنميه؟ الالمان، مش عايز اقول بس الالمان، انما الالمان بالذات عشان عندي خبره اكتر في المانيا من البلاد الاوروبيه الثانيه. ان في اوروبا عاده بالذات في المانيا حتى الحاجات الجديده اللي بتحصل في المجتمع بيدخلها في الدستور، يعني كل ما يحصل تغير في الحياه الاجتماعيه يقول لك لازم نغير الدستور، لان الدستور ده اتعمل مثلا من 50 سنه وحاجات ما كانتش موجوده من 50 سنه. في مرونه يعني في اهو كده كل سنه، يعني زي ما تقول ادابتيشن، يعني ازاي بيتكمل ازاي يحدثه باستمرار. فدي معناها ايه؟ معناها انه احنا لازم نمشي حتى في الناحيه الاقتصاديه والسياسيه والصناعيه حسب التطور. ما اقدرش النهارده اطلع قانون كان من 80 سنه والنهارده القانون موجود بس انا ما اقدرش انفذه لان ما فيش حاجه زي كده. يعني لما طلع قانون، حاجه بسيطه جدا، طلع قانون من 150 سنه في المانيا ان عود الكبريت فيه ضريبه. النهارده ما فيش عود كبريت، شادي حاجات تافهه بالطبع بس حاجات كتيره جدا، حاجات في السيارات، حاجات في الماكينات، حاجات كتيره جدا اتغيرت. فبتتغير الشعب، حتى الحاجه يمكن مش معروفه في المانيا كتير وفي سويسرا كتير، نظام الانتخابات الاكتيف والباسيف. يعني كان زمان في المانيا وسويسرا لغايه من 40 50 سنه الست ليها حق تنتخب لكن ما كانش ليها حق تنتخب. تمام. غيروا النظام، قالوا لا، اذا كنا احنا عايزين ندخل ان المجتمع مكون من سيدات ورجاله وعندهم نفس الحقوق يبقى لازم عندهم نفس الحقوق في الانتخابات، في تساوي في السياسه في الاجتماعات. وحتى طلع قانون جديد من حوالي 7-8 سنين في المانيا ان الشركات الكبرى لازم على الاقل 30% من المديرين وفي المجالس الاعلى لازم يكون ستات. فمعناها ان التطور بيتغير مع الوقت، لان في حاجات ما كانتش موجوده، في حاجات المجتمع ما كانش يقبلها زمان. يعني لغايه من 100 سنه الست ما كانتش بتشتغل في المانيا، بتعتبر عيب. النهارده ما فيش ست ما بتشتغلش. فده وحتى في نفس لما تيجي تبص النهارده السيدات اللي بتشتغل، يعني في كل عيلتي وكل قرايبي كلهم بيشتغلوا الراجل والست، دي كانت حاجه مش موجوده. والنهارده مش عيب، بالعكس ان الست والراجل هم يكونوا اسره، لان الاسره مش مكونه من راجل بس. حضرتك اشتغلت في المانيا بفتره طويله، مش حضرتك اشتغلت في مصر؟ لا، في مصر انا بعد ما اتخرجت على طول خرجت. احنا كنا دفعه سته من صغرنا مع بعض، وكلنا خرجنا عشان نعمل الدكتوراه في امريكا. بس واحنا بنحاول على المانيا في جزء فضل في المانيا زي حضرتك كنت منهم. واثنين راحوا امريكا. ايه اللي موجود في المانيا ينقص مصر في الناحيه خلينا نقول في العمليه، في الناحيه العمليه؟ حضرتك مهندس مدني، ايه اللي لقيته في المانيا مش ما كانش متواجد في مصر، او خلينا نقول مش موجود حاليا في مصر؟ انا بكره حدي محاضره صغيره جدا بعد 10 15 دقيقه، جزء منها اتقال النهارده مع الدكتور خالد عبد الرحمن، اللي انا هتكلم عليه هفرج لهم ان كل الحاجات اللي وصلناها في المانيا حتى المشاريع اللي انا كنت بشترك فيها وبشتغل فيها ما مشيتش الا عن طريق الفنيين. يعني حاجه بسيطه خالص، الطاحونه بتاعت الهواء دي اللي بتتعمل في الاوفشور في الميه، تركيبها كله يعني يمكن محتاج 5-6 مهندسين للتصميم، ومحتاج 80 او 90 واحد عشان يركبها في الميه.
فعشان بس تاخد الريليشن ازاي الفرق، ان اي حاجه في اوروبا كلها في البلاد الصناعيه عايزه عدد قليل جدا من مفكرين اللي احنا بنسميه التفكير الذهني، وعدد اكبر عشرات اضعاف ان في التنفيذ. وتاني حاجه ان لازم نقبل ان كل واحد ليه زي ما تقول عجله كبيره وفيها ترسان، وكل ترس ليه وظيفه. فالوظيفه ايه؟ ان انا بصمم العجله لكن الترس اللي بيمشيه هو الفني. ففي مصر مش عارف ازاي نقنعهم ان التعليم الفني مهم. التعليم الفني ده مهم. وبعدين واحد بيسالني قلت له انا اخر النهار الجار بتاعي عنده محل بتاع كهرباء بتاع سباكه وسمكره، هذا الشخص بيكسب 5 أضعاف اللي انا بكسبه كاستاذ جامعه. وبالليل لما بيخرج يتفسح هو ومراته واولاده مش هتعرف ده مين الاستاذ ومين التاني، لان لابسين زي بعض وكلنا متفقين زي بعض، لان مستوى المعيشه متقارب. مستوى المعيشه فدي مساله ثقافيه. انا بيتهيألي ما اعرفش اذا كان التلفزيون في المانيا مثلا في يوميا حلقه يا عن التعليم الفني عن التعليم التدريبي، حتى الاولاد ليهم كل يوم حلقه بتاعت نص ساعه عشان يربي الاولاد ازاي يمشي في الشارع، ازاي يخاف من التوعيه المجتمعيه. انا ما اعرفش، انما بيتهيألي يمكن اذا كان الاعلام وبالذات التلفزيون اللي هو ليه تاثير كبير جدا، ان الجزء من الصحافه اللي ناقص ان هم يقوم بيه بالماموريه. جايز جدا هيقول لك لا مش هينفع، ده كلام غلط. اللي يقول باستمرار ما فيش ده ابتدي عشان مش عارف النجاح يبقى مش هينجح خالص، اي حاجه ما ابتديتهاش ملهاش اخر. صح. فانا بنصح الشباب حتى لو ما عندوش امل ان دي هتتنفس في سنه او سنتين او ثلاثه برضه يعملها، بحيث ان اللي وراه يكمل في نفس الكفاح يمكن يوصل لها. انا لما وصلت في المانيا ما كانش في اي واحد في اي جامعه في المانيا استاذ من اصل مصري. طب معناها ايه؟ معناها ان انا اي اسلع قعدت احارب وعملت ابحاث واخدت شهادات وعملت دكتوراه وعملت دكتوراه تانية وعملت ابحاث وقدمت ببليكيشن لغايه لما ربنا فتحها وقدمت الاستاذيه واخدتها. بس عايزين نقول برضو ان كان في نوع من التكافؤ في المانيا. يعني على كل يعني اختم بحضرتك بس بالسؤال الاخير. حضرتك طبعا عضو في المجلس الاستشاري الرئيس العلمي لرئيس الجمهوريه، كان هسالك بالسؤال بصفه شخصيه. حضرتك مطلع على عدد كبير من المشروعات القوميه الموجوده حاليا في مصر واللي بتنفذ، ايه المشروع اللي حضرتك بتعول عليه ان هو يكون مشروع ناجح؟ المشروع اللي عجبني جدا لانه تابع للهندسه المدنيه والانفاق مشروع قناه السويس. وانا بقولها في كل حته، مشروع قناه السويس اتنفذ في 11 شهر وبدون مبالغه. لو انا كنت مسؤول عن هذا المشروع في المانيا ما كنتش حاضر اخلصه قبل من 5-6 سنين، ده مستحيل، مش انا بس اي واحد. ولذلك السرعه بتاع تنفيذ مشاريع قناه السويس اثبتت لي حاجه واحده، مش بس مصر تستطيع، مصر عندها الامكانيه لو عايزين يوصلوا لهذا. بس معناها ايه؟ معناها ان المنفذين لازم يكونوا حازمين جدا في الاوامر اللي بيدوها. ولذلك انا اطلب من الشباب ان يبقى عنده النظام بتاع، مش المانيا صعب جدا، انما عنده النظام ان لو في اي حاجه لازم يعملها ان يحترم الميعاد يحترم المكان ويحترم الشخص اللي بيقوله. وبهذه الطريقه لو نتعود عليها هتاخد سنوات، بس لازم نبدا النهارده عشان يتعامل. بكل الاحوال هو موضوع تراكمي وان شاء الله نوصل للدرجه دي. انا بشكر حضرتك وانا سعيد جدا ان كنت مع حضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا على وجودك معنا على التلفزيون النهارده. اذا مشاهدينا الكرام كان هذا اللقاء مع الدكتور فيكتور رزق الله، وهو العالم المصري في مجال الهندسه والعالم المصري ايضا في المانيا. اشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.